النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع آكل الثوم والبصل من الدخول إلى المسجد، بل كان يخرج منه. إذن القاعدة هنا أن كل ما تأذى به المسلمون في مساجدهم ليس محصورا في الثوم أو في البصل، لا، بأي رائحة، بثوم، ببصل، بدخان، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، بروائح نتيجة عمله وتنبعث منه الرائحة الكريهة، فإنه يمنع لأن به أذية على المسلمين. وبعض الناس لا ينظر إلا إلى نفسه هو، لأن الإنسان لا يشمئز من عيب نفسه ولا ينظر إلى إخوانه الآخرين، وهذا خطأ. لكن مع هذا كله لا يكون سالما من الإثم، لأنه يجب عليه قبل الحضور أن يتنظف وأن يتطهر. وإذا كان صاحب مهنة تنبعث منها رائحة كريهة أو تتلوث ثيابه، عليه أن يخصص ثيابا معينا، لأن هذه صلاة، وليحرص عليها كما يحرص على دنياه. لأنه لو قيل له كل 3 ساعات أو 4 ساعات لو اغتسلت بعد عملك هذا وستظفر بمبلغ مادي، فإنه سيحرص عليه، يحرص على دنياه ولا يحرص على دينه، فهو ليس بسالم من الإثم. لكن مثل هذا يمنع لأنه يتأذى منه المسلمون.